صباح اخوي يوسف. تبارك الله. هذا سرندي. سرندي. هذا سرندي. تبارك الله. شحال الثمن ديالو سي يوسف؟ هذا الثمن ديالو 400,000. تبارك الله تبارك الله. صح خروف تبارك الله. 4,000 درهم هذا. سرندي هذا. تبارك الله. ما شاء الله. تبارك الله. شحال عنده عام هذا؟ هذا خروف ما وصلش العام. باقي خروف ها. ما وصلش العام. ويلا هذا. تبارك الله. سنين الحليب. هذاك اللي فيه الرقم واحد وشحال يدير؟ 3600 درهم. هذا عمت هذا خروف. هذه السلعه ديال عين بني مطهر. عين بني مطهر. البلاد ديالنا ما كنجيبوا السلعه. تبارك الله. قلت لك اخويا يوسف. تبارك الله. شفت الجهود كي دايره؟ 3600 درهم. وهذا؟ هذا عاوتاني 3600 درهم. 3600 هذا خروف زين. اخويا واخا تعرف امس حزين عليك. عاوتاني خروف عاود. تبارك الله. عاود راك تبيع خروف تعيد وتعاود. والله الا صافي. الله الا صافي. الاسعار شويه طالعه ولكن الحمد لله كاين ثمن شويه ولكن الحمد لله بخير موجود. الحمد لله. تعرف حتى الفلاح مسكين عاوتاني. تا هو راه ثلاث هذا 4000 درهم. هذا هو الهويله. هذا هو ديال خويا اتيري. هذا 4000 درهم. هذا السرندي. هذا 4000 درهم. تبارك الله. 4000 درهم. هذا باقي خروف ها. من الحليب. ها 4000 درهم. تبارك الله. حتى التمشيه ديالو حدا يدي. انا غادي عندي يقول لي السي يوسف اخويا علاش زعما الاثمنه طالعه؟ الاثمنه طالعه اخويا وشنو غادي نقول لك؟ الفلاح مسكين كلا الدك. عاوتاني نحاولوا اننا ندعموا الفلاح، نشجعوا شويه الفلاح باش الكسيبه تبقى مزيانه وتبقى عليها حتى هي الهمه واحد بس هذاك الاسعار من تكون منخفضه بزاف عاوتاني حتى الكسيبه ماشي مزيانه كتكون شويه عند واحد هذه راه نبويه وهذه سنه وخص بنادم شحال ما كبر وشحال ما زين السنه مليح من استطاع اللي عنده الانسان راه زايده دابا هذا العام 40,000 50,000 الحولي 40,000 50,000 الانسان اللي زادها وكبر السنه ودار واحد الحاجه زينه ما مزيان ماشي شي حاجه بنادم راه 50,000 ماشي شي حاجه فهمت والفلاح عاوتاني حتى هو مسكين يطلع شويه حتى هو ما يبقاش ياكل الدق كاين الناس اللي راه ما ديرش على الكساب كاين اللي غيبيع ويعاود البيع ماشي مشكل ما يخسرش هذاك ما يخسرش بصح اللي راه ياكل العمود هو الفلاح اللي كيطلع اللي كيطلع الحولي ماشي العياد يعني انه خلي 50,000 ولا يزيد 50,000 يقول لك راه بزاف 50,000 تقدر تزيدها تقدر تنقصها ماشي مشكل بصح الفلاح مسكين راه يخلي اكثر فهمت نطلبوا ربي ان شاء الله يجيب الخير وكاع نعيدوا ان شاء الله والله تر مبروك امين الله يحفظك اخويا يوسف شكرا الله يحفظك الله يجيب التيسير امين خروف رقم واحد